تفرجها ليه؟ انت هو مول الحال ما تحطمش الشارع تحطم قدام محل هزم دابا يلا يلا شحال من مرة جيت عندك؟ لا شحال من مرة؟ شي خارج بهادشي كامل غتحط له في وسط الطريق وضع حاجز وسط الطريق ممنوع هذا وسط الشانطي ودابا غير مرا كبيرة فين غتمشي في الشانطي الحاج عاد اون بليس دابا انت ملي دخلتي معايا في هادشي غتحيد هادشي اخو الناس اللي دوزو صافي راه ماشي معقول راه الناس مساكن راه الناس مكرفسين